بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الفترة التي بقي فيها ركب الأسارى في دمشق إلى حين رجوعه إلى كربلاء، ونمر مرورا على خطبة للإمام زين العابدين عليه السلام في دمشق، هي خطبته المشهورة. الفترة التي بقي فيها ركب الأسارى في دمشق كانت من يوم الثاني من شهر صفر سنة 61 إلى يوم الأحد 11 من شهر صفر لنفس السنة، يعني 9 أيام تقريبا هي الفترة التي بقي فيها ركب الحسين عليه السلام في دمشق. يظهر من بعض التواريخ أن وصول ركب الإمام الحسين عليه السلام إلى دمشق كان ضحى يوم الجمعة 2 من صفر، وأن هذا الركب عطل على باب توما المعروف بباب الساعات الآن، ومعروف أيضا بباب توما، عطل عدة ساعات حتى صارت صلاة الجمعة، وبعد ذلك بعد الصلاة عرض هذا الركب على الناس وتم السير به في شوارع دمشق إلى أن أدخل على يزيد بن معاوية في قصره. بعد أن خطبت العقيلة زينب وحدث ما حدث في مجلس يزيد، أمر بهذا الركب أن يجعل في دار خربة غير مهيئة لبقاء مثل هذه النساء والأطفال الذين واللاتي جاءوا من سفر طويل ومتعب،
فأجلسوا في دار قريبة من القصر الأموي، من قصر يزيد. يستفاد من بعض الروايات التاريخية أن اللقاء بين يزيد وبين ركب الحسين عليه السلام والأسارى كان أكثر من مرة، مثل ما هو الحال وما ذكرناه في الكوفة مع عبيد الله ابن زياد. يعني لم تكن القضية مرة واحدة، وأنه مثلا بعد ذلك حولهم إلى هذه الخربة وبقوا فيها إلى أن خرجوا. يظهر من مجمل الروايات أن هذا اللقاء تكرر، بل أكثر من هذا، يظهر منه من هذه الروايات أن اللقاء الذي تكلم فيه الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته المشهورة هو غير اللقاء الذي تحدثت فيه العقيلة زينب عليها السلام، وأن اللقاء الأول الذي خطبت فيه زينب سلام الله عليها عندما يزيد قرع رأس الحسين عليه السلام وقامت هي فخطبت تلك الخطبة القوية الشديدة على أثر قرعه الرأس بعود الخيزران، أن هذه الحادثة تختلف عن حادثة خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وأنها هذه كانت في مجلس يزيد خطبة زينب، بينما خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام كما يشير إلى ذلك مثل كتاب كامل البهائي، وهو من الكتب التي تعرضت لقضية كربلاء ونقله عنه آخرون. يظهر منه أن ذلك اللقاء الآخر الذي خطب فيه زين العابدين عليه السلام كان في الجامع الأموي ولم يكن في مجلس يزيد. وقد يستشهدون لذلك ببعض الشواهد، منها أن الخطبة التي تمت في المسجد الأموي الذي عرف فيما بعد، كان اسمه سابقا جامع دمشق ففيما بعد عرف باسم الجامع الأموي، أن هذه الخطبة لما قطع المؤذن أذان لما قطع المؤذن كلام الإمام زين العابدين عليه السلام كان هو الوقت العادي للأذان، وبالتالي فإن المجلس والمحفل كان قبل ذلك، بينما في اللقاء الأول كان بعد صلاة الجمعة. على أي حال، هذا رأي يقدمه بعض الباحثين من أن لم يكن الحدث كله في يوم واحد، وإنما كان في أكثر من لقاء، بل يضيفون إلى أن ذاك فيه تعبير ثم تفرق الناس مع القضية الجامع الأموي لما أنهى الإمام زين العابدين خطبته، يقول ثم تفرق الناس، عامة الناس لا يحضرون إلى ديوان حاكم، وإنما يحضرون إلى المسجد وإلى الجامع ضمن وضع طبيعي، وكان هو يزيد يريد أن يستعرض قوته في ذلك اليوم، سواء كان في الجامع أو كان في مجلس يزيد. حصل هناك أكثر من مواجهة ومقابلة بين الإمام السجاد عليه السلام
ومعه النساء من جهة، وبين يزيد بن معاوية. وكان هناك كلام أول شيء تعرضنا إليه هو عبارة عن مخاطبة بين الإمام وبين يزيد، ثم بعد ذلك خطبة عامة على من كان حاضرا. من ذلك ما ينقل أن يزيد في ضمن خطابه للإمام زين العابدين عليه السلام وضمن منهج الجبر الأموي الذي قلناه، قال: الحمد لله الذي قتل أباك، مخاطبا للإمام زين العابدين عليه السلام. فالإمام زين العابدين رد بجواب إسكاتي قوي، قال: لعنة الله على من قتل أبي. فسكت يزيد غاضبا ثم تهدده بالقتل، إن عدت لمثلها تقتل. وهذا كان أبلغ جواب من قبل الإمام عليه السلام ليزيد: إذا أنت تقول الله هو الذي قتل والدي فليش زعلان حسب التعبير إذا لعن من قتل والدي؟ قال: لعن الله من قتل أبي. فغضب يزيد غضبا شديدا وتهدده بالقتل. بعض الحاضرين فيما نقل قال ليزيد أنه: إذا أنت قتلت علي بن الحسين هؤلاء النساء راح تتورط فيهم، فأبقه حتى يكون هو المدير لشؤونهن. صار حوار آخر أيضا أشرنا إليه فيما مضى، قال له يزيد: فبما كسبت أيديكم؟ فقال الإمام عليه السلام: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلى آخر الآية في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فقال زين العابدين عليه السلام: نحن القوم الذين لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا. فصارت حوارات بهذا المعنى. بعد ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام لما استدعى يزيد أحد الخطباء، وهذا أيضا من الشواهد على تعدد الحدث، خطبة زينب عليها السلام كان فيها قضية الرأس الشريف وأنه أدناه إليه يزيد وضربه بعود خيزران، ثم بعد ذلك زينب خطبت الخطبة وهكذا. لكن هذا المجلس الثاني ما في هذا الحدث، الحدث اللي فيه الأساس ما هو؟ أن يزيد أمر خطيبا من خطباء بني أمية أن يقوم فيمدح يزيد وأباه ويشتم الحسين عليه السلام وأباه. طبعا ذاك أيضا طمعا في المال وخضوعا للسلطان وكون واحد من أعوانه قام وخطب خطبة تحدث فيها بشكل سيء عن الإمام الحسين عليه السلام وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا شتم أمير المؤمنين في الشام لم يكن جديدا، لأن هذه سنة معاوية من قبل 20 سنة هو سنها في بلاد الشام، فالناس متعودين عليها. لكن الشيء الإضافي إلها أنه شتم الإمام الحسين عليه السلام ووصفه بأوصاف غير لائقة. فالإمام عليه السلام لما سمع هذا الكلام من ذلك الخاطب قال له: ويلك أيها الخاطب، اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.
أنت من أجل أن تحصل على المال من هذا حصلت على سخط الله وغضبه فتبوأ مقعدك من النار. وهذا مو فقط خاص بذلك الخطيب، وإنما كل خطيب يخالف رضا الله ويغير الحقائق من أجل رضا المخلوق ومن أجل عطاياه ينطبق عليه هذا الكلام. فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال ليزيد: يا يزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. كلمة الأعواد في اللغة العربية تدل على المنبر، أعواد خشبية، المنابر كانت غالبا وإلى الآن تصنع من الخشب، فأصلها هي أعواد خشبية. ولكن كأنما الإمام السجاد عليه السلام يريد أن يشير إلى أن هذا كأنما بهذا الفعل لا يكتسب قداسة، هذا المنبر ليس له قداسة باعتبار أن أصله من أعواد الخشب، متى ما صار منبر هداية، متى ما صار مصباح علم، ذاك الوقت يستحق الكرامة. إذن لي، طبعا لازم يستأذن الإمام السجاد عليه السلام في ذلك، وإلا من الممكن أن ينزل قبل أن يبلغ غايته. يعني لو واحد إجا لنفترض إلى مكان تحكم سلطان، أخذ الميكروفون وبدأ يتحدث، فورا يستطيعون أن يمنعوه فلا يبلغ غايته. فالإمام السجاد عليه السلام مو لأن يزيد صاحب ولاية شرعية يحتاج إلى أن يستأذن منه، الآن أنا ما أقدر أسوي شيء في مكان لصاحبه عليه ولاية شرعية إلا بإذن ذلك الولي الشرعي. يزيد ليس له ولاية شرعية على ذلك المنبر ولا على ذلك المسجد، ولكن لكي لا يمنع الإمام عليه السلام فتفوت عليه إفادة الناس، قال ليزيد: إذن لي أن أصعد هذه الأعواد. إذا رفض يزيد آنئذ قد بين في ذلك هزيمته أمام الناس، إذا قبل فذاك الوقت ما إلى حق بعد ينزله، أنت أذنت إليه ليش ما تخليه يتكلم. فكانت فكرة من الإمام السجاد عليه السلام في غاية الدقة والتدبير. يزيد عرف أن الإمام عليه السلام من هذه الطينة الطيبة من أهل بيت زق العلم زقا، تتنزل عليهم العلوم والمعارف، فرفض أول الأمر، لم يقبل أن يصعد المنبر، فعالج فيه الحاضرون وحاولوا فيه أنه ما قدر ما يحسن هذا الغلام، خليه نشوف شنو يقول إلى آخره. طبعا الموقف حرج إذا أصر على الرفض أمام هذه الجموع، لا سيما بناء على أن الحادثة صارت في جامع دمشق. فقبل وقيل إنه قال: لئن صعد هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. لعل الكلمة الصادقة الوحيدة اللي طلعت من فم هذا الرجل هي هذه الكلمة، أنه هذا إذا يصعد ما ينزل إلا وهو يعري ويفضح هذه الأسرة الأموية، وهذا فعلا اللي حصل. فصعد الإمام زين العابدين عليه السلام وهو مريض قد نهكته العلة. لاحظوا الإنسان الخطيب أحيانا يجي وهو مرتاح وهو ما أدري ماكل شارب متهيئ متحضر، لا وراه لا قدامه، مع ذلك قد لا يحسن الخطاب، فكيف
الإمام السجاد ذكرنا في وقت سابق أنه كان مريضا بمرض الذرب يسمونه، أشبه بحالة من الجفاف التي تعتري البدن، وبعض الأحيان يموت الإنسان على أثر ذلك عندما لا تمسك معدته بالطعام ولا يستفيد بدنه من الأكل الذي يأكله. فصعد المنبر وهو على هذه الحالة وهالسفر الطويل وهالفقد، فبدأ بخطابه المعروف: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن النبي المختار محمدا ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبطي هذه الأمة. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. شوفوا براعة الاستهلال، أكو شيء في فن الخطابة يسمونه براعة الاستهلال. الإمام عليه السلام كان بارعا في ابتدائه واستهلاله بالخطبة، فقال أكو أشياء بيننا وبين الناس إحنا شركاء فيها، وأكو أشياء خصائص لنا فضلنا بها، أما الأشياء اللي إحنا شركاء فيها مع الناس لكن لنا النصيب الأكبر، أعطينا العلم. ما نقدر نقول أن الناس ما عندهم علم أصلا، لا، وإن كان العلم الأقصى والأعلى والأكثر عندنا، فهذا يشاركنا فيه الناس. لذلك ما قال فضلنا بالعلم، لأن يمكن واحد يجي يقول أكو آخرون أيضا عندهم علم. أعطينا العلم والحلم، أيضا الحلم ببعض الدرجات موجود عند قسم من الناس، وإن كان درجته العليا عند أهل البيت عليهم السلام. والسماحة، أن يكون الإنسان سمح في مقابلته وسمح في يده أيضا، سماحة فد معنى واسع، تقول هذا إنسان سمح، مو نكد، مو صعب، مو إنسان معقد. وأيضا سمح بمعنى أن يده يد سخية رطبة معطاء. والسماحة والفصاحة، عندنا فصاحة وبلاغة وحسن كلام، والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. هم عندنا شجاعة وهم عند الناس، لكن عندنا القدر الأكبر منها، والمحبة في قلوب المؤمنين أيضا، الناس يحبوننا. وهذا في الواقع مو بس المؤمنين بالمعنى الخاص، يعني شيعة أهل البيت، بل غيرهم أيضا يحبون آل محمد. فإذا هذه أمور كما هي موجودة عندنا في مستواها الأعلى، موجودة عند سائر الناس في مستويات أقل، لكن هناك أمور اختصصنا بها ولا يشترك معنا فيها سائر الناس ولا بمقدار قلامة ظفر. هذه خاصة بنا، خصائصنا، فضائلنا، وفضلنا بسبع، لا يشترك معنا أحد فيها. فضلنا بأن منا النبي المختار، لا يستطيع أحد من القبائل غير بني هاشم أن يقول إن النبي المختار منا، يكذب إذا يقول. ومنا الصديق، وهذا فيه معنيان. المعنى الأول مكانة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والمعنى الثاني أن هذا اللقب وهذا العنوان
إنما هو في حقيقته خاص بأمير المؤمنين عليه السلام، وأن التسمية لغيره ليست كما ينبغي. عندنا في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، لا يقولها بعدي أحد إلا كان كاذبا. أنا الصديق، إذا تريد في السبق كان هو سابق من عداه، إذا تريد في كل أوامر رسول الله كان مصدقا له. فأنا ومن الصديق يعني أمير المؤمنين، ومن الطيار جعفر، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلماته لمعاوية يفتخر بجعفر، يقول له: ألا ترى غير مخبر لك بفضل الله علينا أن غيرنا أننا عندما يستشهد شهيدنا يقال له سيد الشهداء، وعندما تقطع يده يقال له الطيار. كثير كان هناك من شهداء من غير بني هاشم، من غير ذرية النبي، ما صار سيد الشهداء، كثير قطعت أيديهم وأرجلهم، ما صار الطيار. فهذا مبين فيه ميزة: ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، حمزة سيد الشهداء، ومنا سبطة هذه الأمة الحسن والحسين عليهما السلام. في بعض المقالات وكذا مذكور ومنا مهديها، يظهر أن هذا في النسخ القديمة ما موجود تعبير ومنا مهديها، مع أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مما اختص به الله سبحانه وتعالى بني هاشم أنه يكون منهم. لكن كأن الإمام زين العابدين عليه السلام يخاطب أولئك الجمع بما كان يسهل عليهم تعقله ولا يمكن لهم التشكيك فيه، ما يقدرون يشككون أن النبي هو من بني هاشم، ولا أن حمزة سيد الشهداء، ولا أن سبط النبي الحسن والحسين. لكن قضية الإمام المهدي إلى ذاك الوقت ما كانت مطروحة بشكل واضح وما كانت معروفة، لذلك ما لم تثبت بأخبار معتبرة مثل هذه الكلمة أن الإمام قالها يمكن أن تكون من إضافات البعض. فبعد هذا الإمام عليه السلام قال: اللي يعرفني يعرفني، ومن لم يعرفني أخبرته بحسبي ونسبي. النسب هو تسلسل الآباء والأجداد، الحسب هو غير ذلك، غير ما يرتبط بالبنوة، غير ما يرتبط بذلك من البنوة هو الحسب، سواء كان أعماله الصالحة هو أو أعمال ذريته الصالحة أو أهل بيته. ثم قال: أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. إذا عند البعض قال هؤلاء خرجوا على أمير المؤمنين فيما زعموا، لا، هذول هم من قلبي، منبع الدعوة، من مكة، من منى، من مواقع المناسك، من مركز الوحي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. بعد ذلك بدأ يذكر نبينا صلى الله عليه وآله لذكره: صلوا عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ويبين فيه ميزات جده المصطفى: أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى،
أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسرى به، من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. طبعا كل جملة من هالجمل هذه تشير إلى قضية من القضايا، بعضها عقائدية مثل قضية الإسراء أو قضية المعراج، بعضها تشير إلى قضايا شرعية مثل قضية الزكاة وما يرتبط بها وقضية الصلاة، وتحتاج كل واحدة من هذه إلى إشارات، ولكن لا يتسع الوقت لها كلها. بعد ذلك بهالمقدار عرف الناس أن هذا ليس غريبا عن الحالة الإسلامية، وإنما هو في صميمها، وابن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن من أين؟ فقال: أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. خراطيم الخلق يعني ضرب في وجوههم على آنافهم، كسر آناف الكفار حتى يشاد ويرفع علم لا إله إلا الله وراية الإسلام. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق، تعبير عن شدة المجاهدة، حتى قالوا لا إله إلا الله. أنا ابن من بايع البيعتين، بيعة الأولى بيعة العقبة، والبيعة الثانية بيعة الشجرة، تلك كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، والثانية كانت بعد الهجرة. أنا ابن من بايع البيعتين وصلى القبلتين، بيت المقدس فترة من الزمان والكعبة في طول الوقت، وقاتل ببدر وحنين في بعض النسخ، وهاجر الهجرتين. طبعا في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أكو إشارة إلى موضوع الهجرتين، وتفسرت بتفاسير عديدة، بعضها يقول أن الهجرة هي هجرة، الهجرة الأولى هي الهجرة من مكة إلى المدينة برحل رسول الله صلى الله عليه وآله، والهجرة الثانية هي هجرة الإمام أمير المؤمنين فيما بعد من المدينة إلى الكوفة لكي يكون حاكما عليها. هذا واحد من التفاسير. واحد آخر يشير إلى أن الهجرتين بالمعنيين، الهجرة الجغرافية من مكة إلى المدينة، والهجرة المعنوية بمعنى أن الإنسان يهاجر من حالته السابقة إلى حالة جديدة. بالنسبة إلى الأعراب مثلا يهاجرون من بواديهم إلى المدينة، بالنسبة إلى الإنسان المذنب يهاجر من الذنب إلى الطاعة. بعضهم يحمل الهجرة الثانية على الهجرة المعنوية. ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن يعسوب المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وأخذ في وصف مفصل لأمير المؤمنين عليه السلام، فقال: سمح سخي، إشارة إلى أعطينا السماحة، فهو سمح في وجهه وسخي في يده، بهلول ذكي. البهلول في اللغة العربية يقولون هو السيد الجامع للمواصفات الحسنة، بهلول زكي ليث الحجاز،
وكبش العراق، كبش يعبر عنه عن الشخص ذي الشأن الكبير والشجاعة والتقدم، يقال كبش الكتيبة فلان، كبش البلد فلان، لا بمعنى أنه خروف، وإنما بموقعه باعتبار أنه المتصدي للأمور والمتقدم فيها. مكي مدني، مكي في ولادته ومدني مع رسول الله في إقامته. أبطحي تهامي، أيضا نفس النسبة إلى مكة المكرمة. خيفي عقبي، منى وما فيها من مسجد الخيف والعقبة. بدري أحدي حيث شهدهما معا. شجري في بيعته بيعة الشجرة. مهاجري نسبة إلى الهجرة. أبو السبطين الحسن والحسين علي بن أبي طالب. الله أنا ابن علي، أنا ابن علي بن أبي طالب، هذا بعد الرسول صلى الله عليه وآله، إلى أن وصل إلى تعريف نفسه بأبيه الحسين عليه السلام. وهذا اللي جعل، هذا اللي جعل المجلس هالجمع كله يتغير وينفض، بل تشير بعض الروايات إلى أنه بعد هذا المجلس بناء على أنه انعقد في يوم الجمعة الثانية لم يبقى ركب الأسارة إلا يوم واحد، ثم أمر يزيد أن يسافروا في يوم الأحد، يعني الجمعة، بناء على ما أورده كامل البهائي صارت هذه الخطبة. يوم السبت بقوا في دمشق أيضا في تلك الخرابة، يوم الأحد تحركوا باتجاه كربلاء. ويتبين من خلال هذا أن الأمر كلش تغير على يزيد وعلى أعوانه، لذلك بادر بالتعجيل في سفرهم، إلى أن قال: أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن بضعة الرسول فاطمة الزهراء، سيدي هل أنت ابن الحسن أو ابن الحسين؟ إلى أن قال: أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن المقتول ظمأ، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من بكت عليه الجن في السماء والطير في الهواء، لم يزل يقول أنا أنا حتى ضج المجلس. نادى يزيد بالمؤذن أن يؤذن، فقطع على إمامنا كلامه، قال: الله أكبر. قال: كبرت كبيرا. الله أكبر من أن يوصف، إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي. قال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساءه؟ ثم خرج إمامنا زين العابدين مع عماته من ذلك المحفل،
يقول المنهال ابن عمرو: نظرت إلى زين العابدين وهو يمشي وإذا برجليه يسيل منها الدم، قلت له: سيدي كيف أصبح؟ قال: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منا، وقريش على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مذبوحين مشردين عن الأوطان. أويلي الوير رقبته ويدير عينه، يفطر مهجة اللي يسمع ونينا، يصيح أبو يحسين وين؟ انت انصبيت واحنا انسبينا، انا ابن ولاة الامر في كل موطني، بنا شيد الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني، أقاد أسيرا في دمشق كأن من الزنج عبد غاب عنه نصير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.